بما أنه في معرض الطاقة المتجددة في اسطنبول، في كثير من الناس بتطرح انتقادات للعملات الرقمية في إطار أنه هي بتستهلك الكثير من الطاقة. هل هذا صحيح؟ تستهلك حوالي 120 تريليون وات في السنة لتعدين فقط عملة البيتكوين، طبعا هي الأكبر والأبرز، وأنه هذا تقريبا استهلاك زي دولة مثل الإمارات أو زي دولة مثل السويد، استهلاك كبير. لكن هذه المقارنة حقيقة مو صحيحة، المفروض ما يتم مقارنتها بدولة لأنه دولة متنوعة الاستهلاكات، فالمفروض يتم مقارنتها بالقطاع مشابه إلها. طبعا أحيانا بتقارن بقطاعات التكنولوجيا الكبيرة سيرفراتهم، وهي برضو مقارنة غير صحيحة برأيي. المقارنة الصحيحة أنه نقارنها بالتعدين الذهب مثلا، التعدين الرقمي نقارنه بتعدين الذهب، أو التعدين الرقمي نقارنه بقطاع البانكينج لأنه هو ممكن يحل مشكلة المركزية البنوك ويخلينا نستغني عنها. فلو قارناه مثلا مع الذهب، 250 تيرا وات أور سنويا هو استهلاكنا، استهلاك الطاقة للتعدين الذهب، لتعدين الذهب فقط، و250 أكثر من 250 تيرا لاستهلاك الطاقة لتعدين، مش لتعدين، للبنوك، البنوك وفروعها، بس لأول 100 فرع، أول أكبر 100 فرع في العالم ل 100 بنك، احنا بنستهلك طاقة أكثر من 250 تيروات في مقابل 120 تيروات لقطاع التعدين البيتكوين. فبنتكلم عن انه هو لازال استهلاكه أقل، هذا إشي. الإشي الثاني انه ينتقد انه طب هي مو طاقة متجددة، أغلبها طاقة غير متجددة، مع انه الإحصائيات بتشير في كثير منها انه حوالي 59% من استهلاك التعدين الرقمي من طاقة متجددة، في مقابل أن المتوسط العالمي للطاقة المتجددة استهلاكه هو فقط 40%. فبالتالي هي من القطاعات اللي بتستهلك طاقة متجددة أكثر من غيرها، وخصوصا أنه لما تقارنها مثلا مع تعدين الذهب أو حتى البنوك، هدول بيستهلكوا أي كهرباء، هدول بيستهلكوا يا البنوك مثلا هم في مراكز المدن، فإحنا الكهرباء محتاجينها في أشياء كتير وفي أحمال كتير حواليها، بس نضطر نستخدمها للبنوك. في مقابل أنه والتعدين الذهب أيضا أنت في مكان معين بتحاول تستخرج منه ذهب، وهو اللي لازم تجيب له كهرباء وتستهلكها هناك. في مقابل التعدين الرقمي أنت ممكن تروح أي مكان في العالم، في سد مثلا في القطب الشمالي، سد مياه، بتقدر تركب جنبه محط التعدين رقمي وتبدأ تنتج وتحقق عوائد كويسة. فالمرونة اللي موجودة في التعدين الرقمي بتخلينا نقدر نستفيد أكثر من موارد الطاقة المتجددة في أي مكان إلها، خصوصا إذا فكرنا بالإشي الأهم، إنه هل التعدين الرقمي في قدرته على دعم لا مركزية القطاع، لا مركزية القطاع المالي، وإنه يصير كل إنسان يتحقق من العمليات وتتنفذ العمليات اللي هو بيحتاجها بلا مركزية وفورا وسهولة وسرعة، هذا مدى فائدته لكل المجتمعات؟ هيك لازم نفكر، حتى لو كان في استهلاك أعلى، مع أنه عمليا هو مش أعلى. أنتوا برأيكم هيكون قدرة التعدين الرقمي في أي مكان في العالم عامل إيجابي في دعم الطاقة المتجددة أو حتى التعدين بشكل عام بفلسفته وأهميته، ولا سلبي في دعم انتشار الطاقة المتجددة؟ وإذا في عوامل أخرى بتشوفوها ياريت تكتبوها في التعليق.